الحاج محمد بدران، محمد بدران من كفر الصلاحات، مركز بن عبيدة أهلية. وأنا دلوقتي مخلف أربع أولاد، بنتين وولدين، وتعلموا تعليم عالي، والحجة البقاء لله من سنة 2009. وأنا قاعد دلوقتي عايش لوحدي، فأنا قلت بدل أنا عايش وفاضي أتعلم، فروحت إدارة التعليمية بمركز بن عبيد، خدوا مني البيانات والمطلوب بتاعهم وحولوني على مدرسة إعدادي، مدرسة محمد علي زاهر بالصلاحات. وذكرت أولى إعدادي وتانية إعدادي، وأنا دلوقتي في تالتة إعدادي في أيام الامتحانات دلوقتي. وإن شاء الله بتعلم من أجل العلم، على أساس إن مثلا بعد كده في المستقبل لما نقعد نتكلم لمصالحنا ومصالح الفلاح نعرف نكلم الناس، لأن المتعلم هو اللي له وزنه وهو اللي له قيمته في المجتمع. فمن أجل هذا يعني من أجل الوضع دي أنا قررت إن أنا أتعلم. وأنا اللي شجعني على التعليم أكتر محمد وسام، محمد بدران ابني حفيدي، هو في سنة تالتة معايا دلوقتي وفي الامتحانات دلوقتي، وذاكرت معاه، بقيت أخد كتباته وأذاكر فيها، وما لجأتش للمعلمين عشان الدروس أو غيره، الكتبات فيها الشرح الكافي، والدكاترة يعني مشكورين عاملين كل حاجة يعني للي يفهمها يلاقيها سهلة. وبقيت أفهم على الكتاب، لأن حتى لما أنسى حاجة أرجع للكتاب ألاقيه موجود، أتنبه منه وأتزود منه باللي أنا عايزه.